زول يا اخواننا يشوف الحرام والباطل اللي بيغضب بالله وما يزعل، ويشوف الشرك وما يزعل، ده ربنا بيبدأ به. شوف هدهد، هدهد طيرة من جند سليمان عليه السلام، وكان من عادة سليمان انه يتفقد الجنود والرعية حقته. لما يتفقد الطير، والقصة معلومة عندكم، ما لقى الهدهد، والهدهد غاب. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد لما جاء قالوا له: والله الليلة شيل شيتك، سليمان عليه السلام توعدك. قال: هل استثنى طيرة؟ تقول لي الترابي الزباب الميم، ده موضوع تاني، عرفته؟ قال: هل استثنى؟ قالوا: نعم. قال: نجوت. استثنى لما قال شنو؟ أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به. وده فيه يا أخواننا إنه الأولياء ما بيعلموا الغيب. الهدهد الطيرة قالت لنبي كريم: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا بتحير في ناس يمشوا لهم لواحد يرقد لهم الخيرة، يا أخي ارقد براك لو أصلا في خيرة، ما هو في عن قريب وأنا عندي عن قريب، وهو عنده بطانية وأنا عندي بطانية، وأنا بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عرفته؟ وهو يمكن يشهد ويمكن ما يشهد، ويمكن يشهد ويقول في المصحف، الله يكرم السامعين، ولا ده ما الحاصل؟ لا، هو الحاصل ذاته، خلاص؟ وده ما في السنة، السنة إن أخواننا الاستخارة، فيعتقد إنه ده بيعلم الغيب ويرقد له الخيرة. والنسوان إلا من رحم الله ستات الودع، لغاية ما جابوها في غنية، والله في ناس يقول لك: أنت حفظتها كيف؟ ما بلوى، بلوى تركب الحفلة يسمعوك لها رجال، تمشي تشرب عصير رجال يسمعوك له، تخش كافتيريا رجال يسمعوك له، عرفته؟ قال داك ست الودع، ارمي الودع لي كشكشي، شوفي ده عاطل، ما عنده موضوع. هسه يا اخواننا الكفار صنعوا الركشه دي لما يجي يختاروا الفانوس، يقول لك كذا نمشي لست الودع، ولا بيجربوا لغايه ما تزبط معاهم، كويس؟ قال كان فيه شيء، هسه ده ما عنده، هسه الودع فيه حاجه، هسه الودع ده فيه حاجه، قال شوفيه لي كان فيه شيء، قوليه لي ما تختشي. الحياة من الإيمان، ما تختشي كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا يعظ أخاه في الحياة، قال: دعه، فإن الحياة شنو؟ من الإيمان. فناس بيعتقدوا في الودعية إنه الودعية بتعلم الغيب، وهي كذابة. مرة واحد والله من الناس الكبار من القضارف، اسمه عمك حسن الله يطراه بالخير، قال لي: أنا مفلس، بعدين أنا وعندي أخواتي اثنين تقريبا، كلام ده قال في القضارب بدري، قال: نزلت محلة لقيت الجماعة متلملمين في الفكيه ومبتاري، قال: نزلت له قلت أفشله قدام الناس، وده بجوز طبعا، بل ده واجب لمن يستطيع ويقدر. المهم قال: مشيت للزول ده، زول يعني رمالي بيعتقد انه بيعلم الغيب، قال له: هكذا شوف ليه الحاصل شنو؟ قام لخبط شغلته كده وكده، قال له: والله انت عندك اخوك الكبير جاي من السعودية، وأخوك الكبير ده إن شاء الله جايب معه قروش، وإن شاء الله أمورك بتوضح عشان يدي قروش. قال: أول حاجة أنا براي، أنا أخو براي في البيت، ما تكذب ساكت. قال له: أخوك الكبير بيجي وبيديك قروش. يا ناس ده كذب ساكت، ده كذب ساكت، أخوك الكبير ذاته كان جا ولقاك عاطل بيديك بسطونة، ما تمشي تشتغل يا أخي، كويس؟ فدي اعتقادات موجودة، ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الزول يا أخواننا إذا بخاف على أبوه وعلى أخوه وعلى ولده وعلى أخوه وعلى أخته وعلى عمه وعلى عمته وعلى خاله وعلى خالته وعلى جيرانه، قام أنبوبة دارة تولع، يقوم يجتهد إنه يطفيها، لقى إنه الكهرباء دارة تضرب في البيت، يقوم يعني يحاول إنه يعالج الموضوع، يلقى له زول ما عارف الشارع دار يقع عليه في بير حفروها سايفون ولا حاجة، يقوم يمشي ينبهه: يا زول البير، وممكن يطقه بطوبة، لأنه الطوبة بير بيقع برا البير، لكن لو مشى بيقع في البير، وهكذا. كيف الزول اللي بيموت على عقيدة سيئة ده إذا مات جهنم وبئس المصير، لأنه ربنا قال كده، وربنا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أهم الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ من الأسرة. الأولاد تعلمهم العقيدة الصحيحة، الأولاد تعلمهم الآداب والأخلاق الطيبة، تعلمهم الصلاة. المرأة تعلم أولاده وبناته الصلاة وتعلمهم الحشمة. والقدوة في البيت من الأب ومن الوالدة ومن الأم. وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويشوفوا إنه مماشي زول الكعب يعني يوجهه، ويشوفوا إنه بيقى كلامه سيء يوجهه. وهكذا ده أخواننا اللي بيصلح المجتمع. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام الشافعي صغير قال جاء ويده تطيش في الصحفة. الجهلة الصغار ديل واحد ما بيجي خاشي كده بيدقش بس، عرفتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ده من الآداب، حاجة بسيطة تعلمها للشافع بترسخ في عقله ويكبر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.